عن عباد ولا زال أتباع آل أمية أطلق النار على موكب لأعداء أبي عبد الله الحسين. وفي بلد الرسالة ومحبة الوحي وأرض العبرة الطاهرة الطالبون إلى أن يكرروا واقعة كربلاء في أفريقيا حيث وصل نهر الحسين ليبدد غمامها لقد وأما في العراق فلا يزال دم سيعة الحسين يكره في الحسين. وأما في البحرين فرايات الحسين تسقط عن الأرض الوقت الذي تتخذ فيه راية داعش الأموية عالية. لكنهم فتئوا بكل الطغاة الذين حاربوا الحسين وشيعته، ضاعوا بخزي الدنيا والعذاب الآخرة أكبر.